وكنا نتحدث عن موضوع زراعة القمح مرتين وآراء العلماء موجودة في صحافة غدا. المصري اليوم تتحدث والعنوان يقول: علماء المحاصيل بالجامعات، القمح المصري ربيعي لا يستجيب للتبريد. التفاصيل تتحدث عن أنه 9 علماء من خبراء المحاصيل الحقلية تحديدا بجامعات القاهرة وعين شمس ومركز البحوث الزراعية طلبوا بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والري وكذلك عدد من الجامعات المصرية للإشراف ومتابعة تنفيذ هذه التجارب وتدقيق البيانات، تحديدا ما يخص كمية المحصول من وحدة المساحة نفسها، وأيضا تحديد صفات مكونات المحصول ونسبة الرطوبة في الحبوب والقش عند عملية الحصاد. على لسان الدكتور عبد العظيم طنطاوي وهو عضو لجنة العلماء 9، قال إن اللجنة استعرضت بالفعل 4 حقائق حول مشروع البحث لوزارة الري، منها إن القمح في مصر ربيعي ولا يتطلب أو يحتاج أو يستجيب لعملية التبريد، بل إنه يمكن أن يكون له تأثير سلبي، مضيفا أن القمح الربيعي المنزرع في مصر ليس به ما يسمى بتور سكون ولا يحتاج إلى دفع النبات نفسه للأزهار، وبالتالي لا يحتاج عمليات التبريد. أيضا اليوم السابع تتحدث عن آراء العلماء ولكن العلماء في الخارج. العنوان يقول: علماء يطالبون بلجان علمية لحسم معركة القمح مرتين بين الري والزراعة. رفض عدد من العلماء المصريين في الخارج ما أعلنته وزارة الزراعة حول أن تجربة زراعة القمح مرتين في العام ووصفوها بأنها مضيعة للوقت وإهدار للمال العام وشو إعلامي، وقالوا أنه لابد من تشكيل لجنة أو لجان علمية تكون مؤيدة أو معارضة من وزارتي الري والزراعة وأيضا وزارة البيئة والاقتصاد، وأكدوا أن مثل هذه التقارير الغير مبنية، أسموها أنها غير مبنية على أساس علمي، تضر بالبحث العلمي وتشوه صورة مصر أمام العالم. ربما بس معظم هذه الصحف لم تتحدث عن أن وجود لجنة بالفعل الآن تدرس هذا الموضوع، ويمكن ده كان موضوع منشور في صحف أمس واليوم، الحديث عن أن هناك لجنة بالفعل تم تشكيلها كي يتم تقييم هذه التجربة، هل ستستمر أو هل ستعمم أم سيتم إلغائها وغض النظر عنها.